سالو مي شيغ زليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك فكرت لكم في احسن طريقه انكم تضمنوا بها النقاط، بما انكم رجعتوا يعني بالنسبه لي متبع معايا رجعتوا داك الامتحانات كاملين الصحيح الجهويه لي بروديكسيون جوما اللي كنصايب معكم. اذا شنو بقى دابا؟ بقى كيفاش غادي تجيبوا 19؟ يعني انتم تستاهلوا انكم تشوفوا داك لي فيديو كاملين، كتستاهلوا انكم تجيبوا 19 ونص، يعني تضمن النقطه ديالك كامله. كاين غير واحد الطريقه بسيطه كيفاش تضمن. انت صافي كتعرف الدروس كاملين، ولكن خصك تعرف كيفاش كيتحط الجهاوي. راه ماشي تعرف الدروس انت عارف، ولكن ما عندك حتى شي فكره على شنو كيتحط. اذا تمشي تمشي ضايخ. دونك انا في هذا الفيديو هذا قسمت لكم ثلاثه ديال المكونات، ها كيفاش كيتحط في الكومبريونسون، كيفاش كيتحط لكم يعني كاع الاسئله اللي ممكن تلقاوها في الامتحان. هادشي ديجا انت كتعرف الدروس، يعني انت ديجا كتعرف الدروس، بقالك غير خصك تضمن النقطه ديالك. انا تجيب نقطه طالعه، ما كاينلاش انك شي حاجه اللي انت ديجا كتعرفها دابا وكتخدمها هادشي الامتحان كدوخ. اذا انا غادي نعطيكم واحد الطريقه اللي غتخدموا بها زوينه بزاف، وغادي مازال غادي ندير فيديوهات يعني كيفاش تراجعوا، كيفاش ما تضيعوش الوقت، شنو هما النصائح. دونك هنا انا قدت لكم واحد الطريقه واعره باش تضمنوا بها النقطه، وقسمت يعني ها شنو كيتحط في الامتحان الجاوي بلا ما يحتاجوا نقلبوا بزاف. دونك ركزوا معايا، دابا عندنا ثلاثه ديال لي كومبوزونط اللي كتبوا لنا في الاطار المرجعي انهم في الامتحان الجاوي كيعطيونا ثلاثه ديال المكونات اللي هما كومبريونسيون، يعني اسئله ديال الفهم عليها 6 ديال النقاط. هكا كيكون التقسيم. حنا خصنا هذه هي الخطوات المهمه، لان ماشي نكون عارفه، ماشي نمشي وانا ما عرفت شي حاجه وشنو يتحط ليا في الورقه. دونك عندنا الكومبريونسيون يعني كيعطيوني عليها واحد 5 ديال الاسئله ولا 6 ديال الاسئله، المهم عليها 6 ديال النقاط. عندنا من بعد اللونغ، الاسئله ديال اللونغ، القواعد لونغ اي كومونيكاسيون، حتى هي عليها 6 ديال النقاط. يعني ومن بعد انا غادي نوريكم ها شنو اللي كيتحط في الكومبريونسيون، ها شنو اللي كيتحط في اللونغ وكيتعاود كل عام. صافي يعني تشوف غير هادو بلا ما تكثر عليك، باش يعني تبقى لك الوقت انك تراجع مواد اخرين. وها شنو كيحطوا لنا في ليكريتور في البروديكسيون في الانشاء اللي عليها 8 ديال النقاط. دونك حنا غادي درت معكم واحد الخطه ها شنو الاسئله كيتحطوا. غنبدا معكم شنو قلنا هنايا، عندنا ثلاثه ديال الكومبوزون، ثلاثه المكونات. غنبدا معكم بلا كومبريونسيون وها شنو كيتحط فيها. ها هما الخمسه الاسئله اللي كيتحطوا كيتعاودوا. صافي وجمعوا الطوي، ما توليش تراجع شي حاجه من غير هادو. دونك يلا نبداو دابا لا كومبريونسيون على 6 ديال النقاط. يعني تمشي ها هما كيعطيونا واحد الخمسه ديال لي كيسيون. دابا تمشي نيجا العوله لا يتحطوا لك هاد لي كيسيون، والجهويات كاملين اللي خدمتو معاكم راه هادو هما الخمسه اللي اصلا كيتعاودوا. كيتبدل كاينه شي حاجه خفيفه كتبدل. من بعد غادي ندير لكم فيديو خاص بلا كومبريونسيون والاسئله اللي كتعاود فيها باش نطول. دابا انا راه نقسم لكم هاد الفيديو على ثلاثه ديال لي كومبوزون. من ورا هذا غادي نعطيكم غير لا كومبريونسيون وكل شيء شنو كيتحط فيها. لونغ ديجا حاطه لكم شنو، ولكن حنا غادي نعاودو. الا بغيتي تضمن غير النقطه احنا غادي نعاودو شنو هو السؤال الاول اللي كيتحط. شوفوا معايا هنايا، يلا نبداو. دابا عندنا خمسه ديال لي كيسيون، خمسه ديال لي كيسيون كيتحطوا. اذا اجو نشوفوا دابا اول سؤال كيحطوا لينا في الجهاوي شنو هو. غتمشي عواله غادي يتحط لك هذاك السؤال، غتمشي نيشان غتبدا تخدم هذيك لا كيسيون. دونك هما كيحطوه بزاف ديال الطرق مختلفه، ولكن هو النيس نفس السؤال غير كيبدلوا الطريقه ديالو. انا غادي نعطيهم لكم بنفس ديال الطرق، بعد ندير فيديو ديال لا كومبريونسيون نزيد نعطيكم اكثر. ها كيفاش كيتحط. دونك شوفوا معايا، كومبليت لو طابلو سي دوسو. دوسو يعني الطابلو اللي لتحت. شفتوا الرقم مكتوبه ان، يعني الرقم الاول هذا هو اول سؤال. اذا هنايا اول سؤال كيقول لك لوتور الكاتب. انا غادي نعطيكم حتى الاجوبه، نقول لكم ها كيفاش كيتحطوا. المهم كيقول لك لا سورس، يعني منين خداو لينا هذا النص هذا. انا غادي نعطيكم اجوبه، غير صبروا شويه. لو تيتغ، يعني لو تيتغ هنا قال لك لا سورس، لو تيتغ ديال لو تيكست. وهنا لو جونغ، هذا السؤال هذا اللي بزاف ما كيجاوبش عليه شنو هو لو جونغ، حيت بعض المرات اللي عطاو كيعطيو عليه هذا السؤال ديال لو جونغ اختيارات. الا ما عطاوش له اختيارات شنو كدير انت في لو جونغ، ما كتعرف ما دير. لو جونغ هي واش هذا التيكست هذا اللي كنقراو واش. دونك هنايا عندنا ا كيعطيوك اقتراحات، واش ا رومون يعني هادشي اللي قريناه، واش روايه، بي لا نوفيل، سي بياس دو تياتر مسرحيه، دي كونت يعني كونت قصه خياليه. وانت كتشوف على حسب شنو قراتي كتكتب لو جونغ. حنا ديما عندنا لو جونغ يعني ملي كيعطوك نص غيسي كتعاد تكتب غيسي تكتب غومو على حسب نوع، ماشي لو تيب ناغاتيف ديسكريبتيف. هذاك سؤال اخر شنو هو لو تيب ناغاتيف ديسكريبتيف حتى هو كيحطوه، غادي نعطيه لكم. شوفوا معايا الطابلو الثاني نفس الطريقه، غير هو فيه ثلاثه ديال الخانات، حتى هو مكتوبه اوتور كيعطيونا الكاتب لا سورس جونغ. نتا وزهر كيعطيوك ربعة الخانات ثلاثة الخانات. المهم هادو هما العناصر اللي كتجبدهم من المصدر ديال يعني التكست لا سورس لتحت، كتجبد منهم هاد العناصر هادو. ولا ممكن يعطيوك هاد الطابلو هذا مثلا ما يعطيوكش على شكل طابلو بهاد الطريقة هادي. دونك هنايا كومبليت
لي بوينتيي، لي بوينتيي يعني دوك النقاط، النقاط هما لي بوينتيي. لو تيتر دو لوفر اي، يعني كيعطيوك لا سورس، المصدر كتجبد انت من التكست وكتقول لهم غير لو تيتر دو لوفر، يعني سميت القصه. لوتور دو تكست، يعني كيطلبوا منك جوج حاجات، يا اما كيعطيوك السؤال الاول على شكل طابلو، يا اما كيعطيو لك على هذا الشكل هذا. هادشي اللي كاين في السؤال الاول. غادي دابا نشوفوا الجواب كيفاش نتوما تجاوبوا عليه. انا عطيتكم واحد المقطع ديال واحد التكست، هذا اللي درت له اطار بالزرق هو لا سورس، هو المصدر. هذا هو الطابلو اللي كيعطيوك، غنجاوبوا عليه، نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نجاوبوا عليه. دونك هنايا دات دو بوبليكاسيون، هذا هو التاريخ، يعني ملي كيقول لك لا دات صافي راه انت باين التاريخ، ما غاديش تفكر، راه رقم كتمشي تجبدو. اوتور، سميت الكاتب هي اول حاجه، كتكون غالبا كتكون اول حاجه، نادرا في كيكون سميت الكاتب الوسط، ديما المهم هذاك هو لوتور. هنا تيتر دو رومو، يعني شنو هو العنوان ديال الروايه. دو اي تيكستريم، منين مقتطف لينا سو تيكست، منين خداو لينا، يعني هي لو تيتر دو لوفر ولا هي لا سورس، هو هذا لو بروميي اوم. هذا هو العنوان ديالها. هنا عندنا ميزون ديديسيون، دار نشر، هي مكتوبه اصلا او دي، يعني اديسيون غاليمار. هذا هو كيفاش كتجبدوه من هذاك لا سورس. هنا غادي نشوفوا السؤال الثاني اللي كيتحط لكم في الجهوي، الطريقه ديالو كيفاش كيتحط. ديما السؤال كيتحط هو هذا، يعني كيكون اختلاف ما بين السؤال الثاني والثالث، تقدروا تسبقوا الثالث على الثاني، ولكن هذا هو السؤال اللي من ورا الطابلو كيتحط. دونك سؤال ثاني كيقول لك سو تيكست اي دو تيب، يعني شنو هو لو تيب ديال هاد لو تيكست، هذا النوع ديالو، وكنعطيونا اقتراحات. انفورماتيف، اخباري، ارغومونطاتيف، حجاجي، ناراتيف، حكي، انجونكتيف ديال ناي. دونك انت كتختار، هنا كيقول لك شوازي، اختار، اي جوستيفي لا بون ريبونس، وعلل الجواب ديالك. اذا غادي نعطيكم حتى الجواب انا، يعني الا كان ناراتيف نعطيكم لا جوستيفيكاسيون، ولا كيحط لك بهذه الطريقه هذه غوكوبي، يعني نقل لا بون ريبونس، الجواب الصحيح، اي جوستيفي لا، وعلل الجواب، اون ريليفون دو زانديز دون لو تيكست، ونستخرجوا جوج ديال العناصر من النص اللي كيبينوا لنا ان هذا التكست هذا باغ اكزومبل ناراتيف. الا اختاريتي ناراتيف حكي، سو تيكست اي، وعاد كيعطيوك هنا، يعني كيعطيوك السؤال وعاد كيقول لك انفورماتيف، ارغومونطاتيف، ناراتيف، يعني ما شوف ما كاين لا، حنا ما كنقراو لا انفورماتيف لا ارغومونطاتيف، ديما كنقراو غير ناراتيف. اذا هذه الطريقه كيفاش غادي تجاوبوا، غتكتبوا لو تيب دو سو تيكست اي ناراتيف، انا كيكون عندنا ناراتيف ولا احتمال ديال ديسكريبتيف، هادشي اللي كنقراو. تاخذ واحده من هادو اللي بالزرق، اما تقول باسكو لي فيرب سون كونجوغي او باسي سامبل اي ا امبارفي، يعني لو طون دو ريسي، يعني مصرفي الافعال في الباسي سامبل لامبارفي، يعني الحكي، ولا تقول كار لو ناراتور اي تان بيرسوناج دو ليستوار، الكاتب هو البيرسوناج ديال ليستوار، الراوي، الراوي يعني الا كان هو البيرسوناج كيهضر بجو، يعني الا كان ماشي ديما تكتبها. ولا كاين احتمال اخر تقول اتيليزاسيون دي فيرب داكسيون اي دو موفمون، كنستعملوا الافعال ديال الحركه. كار لو تيكست ريسبكت لو شيما ناراتيف، مثلا كان كيعاود لنا شي قصه من البدايه حتى الاخر ديالها، يعني كيحترم لنا لو شيما ناراتيف، الخطط السرديه. كار لو تيكست نو راكونت اون سكسيسيون دو في كي سونشين، يعني تسلسل ديال الاحداث، كيحكي لنا شي واحد على شي حاجه وغادي بالترتيب. ولا ممكن نقولوا كار اون تروف لا بريزونس دي روبير كرونولوجيك، يعني المؤشرات ديال الزمان ديال التاريخ. دونك هنايا اتهزو اقتراح واحد في هادو ولا جوج الا هما كانوا متوفرين عندنا. يقدر يكون احتمال اخر هاد لو تيكست هذا ماشي نيجاتيف، يكون مثلا عطوكم تيكست فيه غير الوصف، اذا هذا هو الجواب ديالو، يعني تقول هاد التيكست هذا ديسكريبتيف، وكيفاش غادي تعلل الجواب ديالك. دونك هنايا تقول سو تيكست اي ديسكريبتيف، هذا لكن الوصف ماشي الحكي. وشنو تقول الجوستيفيكاسيون ديال دايره الاطار بالاحمر، علاش هو ديسكريبتيف، انو دون دي لي كاركتيرستيك دان اوبجي، حيت كينعت لينا اوبجي شيء، الا كان داك النص كيهضر على شي شيء، ولا لو ليو المكان، ولا شوز شيء، ولا اون بيرسون كيهضر لينا على شي بيرسون، هذه لا جوستيفيكاسيون. وبيان نقدروا ناخذوا نو زافون دي ماركور دو ليو، عندنا مؤشرات ديال المكان، دي زانديكاتور سباسيو، يعني اما كنقولوا ماركور دو ليو ولا لانديكاتور سباسيو ديال لسباس المكان، ايسي ا دغوات سو، يعني هذا كيدل على انه ديسكريبتيف. ولا امبلوا دي فيرب ا لامبارفي، عندنا لامبارفي، ولا كار لوتور ديكري ان اوبجي كيوصف لنا اون بيرسون، ولا لوتيليزاسيون دي زادجيكتيف، ممكن تختار وحده من هذه كدل على انه ديسكريبتيف. دابا نشوفوا السؤال الثالث كيفاش كيحطوه لكم الطريقه ديالو، وهادشي اللي كاين ما كاينش من غير هادشي، ان تمشي موجد ليه زائد امتحانات النماذج الجهويه اللي كنخدم، تشوفوا يعني واش هادشي اللي كنقولوا كاين ولا ما كاينش، زائد شي اضافات. هنا parmi les propositions suivantes recopie celles qui sont vraies. دابا هنايا كيعطيوكم هذاك الطابلو ديال فغي وفو، ولا بعد مره ما كيعطيوش على شكل فغي وفو، كيعطيو على شكل جمل بحال هكا، كيعطيكم واحد الجمل وكيقول لك انت تكتب كل قدام جمله واش فغي واش فو. اما هاد السؤال هذا قال لك كتب لينا غير اللي فغي، كتب قدامها فغي.
داكوغ. دونك ديما كيكون هذاك السؤال ديال فغي او فو، من النص كتجيب كيكتبوا لك اسئله وانت كتقرا السؤال وكتقول واش فغي ولا فو. بحال هكا كيعطيوك هذا الطابلو هذا كيقول لك مي اون كخوا ضع علامه دون لا كاز كي كونفيان، يعني في لا كاز كي كونفيان الخانه المناسبه. كيعطيوك هنايا واحد لا فراز من النص، انت كتكون قريتي النص فهمتي النص، كيعطيوك واحد السؤال وانت خصك تجاوب واش فغي او فو. هذا هو اسهل طابلو حيت ما كيعطيوكش لا جوستيفيكاسيون، كيعطيوك بعض المرات تجوستيفي من النص كتجبد، الا كانت فغي جوستيفي والا كانت فو حتى هي غادي تجوستيفي اتعلل الجواب ديالك واخا فغي. هنا غادي نشوفوا السؤال الرابع كيفاش كيحطوه ليكم. كيقول لك سولين لا بون ريبونس، سطر لينا على الجواب الصحيح. سولين لا بون ريبونس يعني من النص كتكون تفهمتي، كيجي كيقول لك ساجيتيل دان، يعني هذا النص هذا علاش كيتكلم لينا. ساجيتيل دان ان فول سرقه اونليفمون اختطاف ميرتر يعني جريمه قتل. انت كتشوف هذاك النص هو اصلا نوفيل بوليسيير ولكن كتشوف علاش كان كيهضر. ولا ليستوار سو باس، ولا كيقول لك هذه القصه يعني تتحدد لنا لو طون ديالها. اونيفير فصل الشتاء، اونيتي الصيف، او برانتون فصل الربيع. يعني هنايا انت كتكون قريتي النص وعرفتي هو ديجا عطاك واحد المعلومه من النص، قال لك هذا النص بدا يعني ضروري هذا لو طون. ولا كيعطيك هكا واخا تشوفوا هنايا ثلاثه ولكن هو السؤال ديال المكان والزمان. او اين ايكون، يعني جوج ديال الاسئله خصكم تجاوبوا عليهم في سؤال واحد. او اين ايكون سو ديغول سيت استوار، يعني فين وقعت لنا هذه القصه دي، متى واين، يعني غادي تجبدوا من النص تجبدوا المكان او وغادي تجبدوا لو طون، يعني فين الزمن ديال الاحداث والمكان ديال الاحداث. هنا السؤال الخامس اخر سؤال كيفاش كيتحط لنا، كيكون ديال لو بوين دو في وجهه النظر ديالك. راه درت لكم عليه فيديو، عطيتكم دابا انا دايم مقتطف ما نكتب لكمش كلشي، ولكن راه درت لكم واحد الفيديو ما نعرف فيه 10 دقائق 20 دقيقه ما عرفتش شحال. المهم كيهضر غير على سؤال واحد، فيديو كامل كيهضر غير على هذا السؤال هذا الاخر كيفاش كيكتبوه ليكم وكيفاش انت تجاوبوا. عطيتكم جمل محايده يمشيو ليكم مع اي سؤال حطوه ليكم، مع اكيد غتكون فاهم شويه ديباني انت، ولكن هو السؤال الاخر ديال لو بوين دو في ديال وجهه النظر ديالك. شوفوا هذيك اللي دار لها اطار بالخضر، ادفو داكور افيك لو ناراتور، كيقول لك واش انت متفق مع لو ناراتور كون الى دي ملي قال لينا. وكيعطيك واحد الجمله هو قالها من النص، كيقول لك انت واش متفق لينا مع لو ناراتور. هذا هي سؤال من بين الاسئله اللي كيحطوهم في السؤال الاخر. جوستيفي فوتغ ريبونس، علل الجواب ديالك، يعني ضروري انت كيقول لك واش انت متفق مع لو ناراتور. الا كنتي متفق معاه كتقول وي جو سوي داكور افيك لو ناراتور كار سولا باغي جوست، حنا ما عرفناش شنو دار. المهم كتقول هادشي كيبان هو هذاك جوست معقول الله ولا يمكن. المهم هذا الجواب يمشي لك مع اي حاجه. الا كنتي ما متفقش معاه كتقول نون جو نو سوي با داكور افيك لو ناراتور باسكو سا اباري ان جوست، كتعطي غير العكس ديالها، يعني الا دار شي حاجه خايبه انت كتقول ان جوست وصافي كيما بغى يكون هاد الحاجه خايبه. دابا غادي ندوزو لونغ اي كومونيكاسيون، ندوزو الاسئله ديال لونغ اللي عليهم 6 ديال النقط حتى هما. شنو كيتحط لكم؟ انا عطيتكم دابا الاطار المرجعي يا باش تفكروا شنو هما الدروس اللي يحطوا لكم. لي سوبوردوني سيركونستانسييل، غادي يعطيكم الدروس بعدا ديال لي سوبوردوني اللي هما لا كوز كونسيكونس لو بوت كومباريزون اوبوزيسيون كونسيسيون كونديسيون. هادو كلهم خدمتو معاكم، كلهم درتو في مراجعه شامله، كلهم درتو يعني فيديوهات بوحدهم، يعني اكتب اي عنوان مع سميت القناه هو غادي يطلع لك، غادي تراجع مزيان. زائد انهم غادي يعطيوكم لو طون دو ريسي، لي طون دو ريسي حتى هو خدمتو معاكم اللي هو لامبارفي والباسي سامبل. فوقاش كنستعملو لامبارفي فوقاش كنستعملو الباسي سامبل، يعني لي فالور ديال لامبارفي باسي سامبل، حتى هاد الدرس هذا خدمتو معاكم. زائد عندكم ليكسيك تيماتيك، يعني الشون ليكسيكال الحقل الدلالي ديال شي مصطلح في النص، كيقول لك جبد الكلمات. زائد اخر سؤال غادي يحطوه لكم في النص هو امبلوا دو ليبوتيز الى كونسيسيون، الفرضيه والتناقض. هذا هو داك الطابلو ديال سيتياسيون انونسي اللي كيعطيو لك في الاخر. يلا خدمتو معكم البارح، درت لكم الجزء الاول ديال ليبوتيز كيفاش كتخدم سيتياسيون انونسي، بالاضافه شنو هادو هما الدروس اللي يحطو. دابا كيبقى كيفاش كيحطو فيهم، كيفاش السؤال كيتطرح. دابا عرفنا الدروس ولكن كيفاش السؤال كيتطرح. اذا ها هو غنخلي لكم هذا شنو، هذا هو الفيديو راهي سكرينيت لكم الفيديو اللي حطيته في القناه. دابا شي 5 ايام هادو هما الدور لونغ، انا وريتكم دابا الدروس كيفاش كيتحطوا، دابا الطريقه كيفاش كيتحطوا، يعني طريقه السؤال. يعني دابا انت فاهم مثلا لا كوز ولو بوت، كيفاش كيتحط لك السؤال في لا كوز، كيفاش كيتحط لك السؤال في لو بوت. عطيتكم دابا هنايا الطريقه اللي كيتحطوا بها الاسئله، تترجعوا تشوفوا الفيديو، يعني مايمكنش نعاود نحطهم لكم هنا كيف ما شفتوا الفيديو طويل بزاف. ندوزو دابا لاخر كومبوزونت اللي هي ديال لا بروديكسيون.
دابا بالنسبه لا برودكسيون شنو قالوا غادي يحطوا لكم على حساب الاطار المرجعي، غادي يعطيكم واحد التكست نغاتيف، هي هذه جبت لكم شنو كتبوا من الاطار المرجعي. يلا ركزوا معايا شوفوا شنو يحطوا لكم. سي تخوازيام كومبوزونت، المكون هذا الثالث اكزيج لا برودكسيون دان تكست نغاتيف، غادي تصايبوا واحد لو تكست نغاتيف. نتوما تقول لي علاش كاتبه لا نوفيل؟ راه اصلا لا نوفيل هي حكي، يعني نص ديال الحكي هو اصلا تكست نغاتيف. هاد لو تكست نغاتيف كي بوغي كونتونير يقدر يحتوي على دي باساج، يعني ديروا فيه ديسكريبتيف دي ديالوغ، يعني ناراتيف هو اصلا النص ديال الحكي، وتقدر تدخل فيه لا ديسكريبسيون، تقدر تدخل فيه لا ديالوغ، لو ديالوغ اللي بغيتي. المهم هادشي خصو ديمونطري باش يبين لا كاباسيتي ديال التلميذ ويكون نص كويرون متناسق. هادشي اللي غادي يحطوا لكم يعني صايبوا تكست ناراتيف. دابا غادي نشوفوا الطريقه كيفاش كيحطوا لك السؤال في لا برودكسيون اكريت، كيفاش كتبداو. زائد انني خادمه معكم كاع داك لو برودكسيون اللي كيحطهم كل عام وكيتعاودوا كل عام، ديجا حاطهم كاملين، انا نخلي لكم ديجا رتبتهم في بلاي ليست. دونك هنا بالنسبه لا برودكسيون كيقول لك مثلا راكونتي لو سوفونير دو، يعني احكي ليا لو سوفونير وكدوا البرودكسيون. ولا كيقول لك ان جور تي بارون طافي انتردي، يعني منعوك من، وكيقول لك شي حاجه متحكي عليها تدا وحطاتو لكم في الامتحان تدا دايره في القناه. راكونت اي ديكري، احكي وصف حتى هو دايره، يعني بزاف لي سوجي بنفس البديه. ايل فوزي طاريفي، يعني فايت وقع عليك دو تاع دي دايره، يعني بنفس الدخلات انا دايرهم كاملين، انا غادي نعطيكم اللين ديالهم كاملين. il t'est arrivé d'inventer une histoire pour te tirer d'une situation difficile، يعني قالك فايت خساره تيجي قصه باش تخرج من شي وضعيه ديفيسيل حكي لينا. ولا ايماجيني لا سويت دو ريسي، كيعطيكم واحد لو ريسي في النص وانت في البرودكسيون كيقول لك دير التاتيمه ديالو. هذا ما كيكونش بزاف انك تكمل على داك لو ريسي، ولكن كتكون محتاج لا ديسكريبسيون، كتكون محتاج لي سونتيمون، هادشي كامل عطيتهم لكم على شكل جمل. دابا قدر يتحط يقول لك مثلا راكونت سو كي سي باس، احكي لنا شنو وقع. المهم انا كنشرح لك غير السوجي غير السؤال. راكونت سو كو تو افي، احكي لنا شنو شفتي في اي ريسونتي، شنو درتي وشنو حسيتي. ديكري سو كي سي باس، ديجا داك لي سونتيمون كاملين انا عطيتهم لكم فيديو. كومون تو رياجي، يعني ردت الفعل ديالك، الرياكسيون ديالك، يعني لي زاكسيون ديالك. دابا مازال عندنا ديكري سو كو تو ريسونتي، فوتر رياكسيون، شنو هي ردة الفعل ديالك فاس ا سيت سيتياسيون، يعني تجاه هذا الموقف هذا، هاد لا سيتياسيون الوضعيه هذه. ومن بعد كيعطيكم واحد لا كونسين، يعني واحد التعليمات اللي خصكم تمشيو عليهم وتحترمهم باش تضمنوا 8 ديال النقاط في لا برودكسيون، ولا على الاقل ونص، على الاقل ونص، على الاقل 7 ونص. دونك دابا غادي نشوفوا لي برودكسيون. بالنسبه للبلاي ليست شوفوا معايا، انا هنا رتبت لكم، درت لكم هنا الانشاءات اللي كتكرر في الامتحان الجهوي، عندكم واحد 21 ياك، هنا مصايبه لكم 21 امتحان اللي كيتعاودوا كل عام في الامتحان الجهوي، يعني دخلوا شوفوهم، شوفوا الطريقه كيف كتكتبوا جمل فوكابولار. زائد هنايا داير لكم الثالثه اعدادي، هادو هما الجهويات كاملين اللي صححت معاكم حد الساعه، وصلنا ل 15، عندنا 15 امتحان. كاين شوف تلقاو نموذج واحد، نموذج واحد معاودين، وهنا دايره جمل واجده، هنا جمل واجده اللي تعلموا تكتبوا بهم لا نوفيل، يعني جمل عندها علاقه باللي زاكسيون، بلا سيتياسيون انيسيال، بالاحساس، باي حاجه. وهنا جميع ديال الدروس اللي نتوما محتاجينها، يعني مراجعه شامله ديال الدروس كل اللي مكتوبه عندكم في الاطار المرجعي، بقواعد، بتمارين، بتصحيح، بكل شيء، يعني غير هاد البلاي ليست راه كافيه لكم.